ضمن البرنامج العام المصاحب لملتقى الشرق الدولي للراوي في نسخته 21، والذي ينظمه معهد الشرق للتراث سنوياً، انطلقت أولى الورش الاستباقية للملتقى في مقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي، حيث يأتي هذا الملتقى بعنوان تصميم شخصيات كليلة ودمنة، وتعنى بتصميم الشخصيات ورسم قصص الحيوان، وتستهدف الورشة الأطفال من سن 12 سنة فما فوق. هذا العام سيكون عنواننا قصص الحيوان، وسوف ننطلق إلى آفاق رحبة وكبيرة، يعني آفاق لها علاقة بأهم كتاب عن الحيوان في العالم، وهو عربي، كليلة ودمنة، رغم أن يعني ينسب هذا الكتاب إلى الفيلسوف الهندي باديبا، إلا أن الموجود في العالم الآن هي الترجمة العربية لعبد الله بن المقفع. وكذلك هناك كتب كثيرة وأعمال كثيرة مثل أعمال أيسوب وغيرها، والحيوان عند الدميري وغيرها. في هذا الملتقى الذي آثرنا بأن تكون أنشطته ممتدة على طوال شهر سبتمبر، من الأول من سبتمبر اليوم إلى 30 سبتمبر، هناك ورش استباقية، هناك أعمال كثيرة، إلى أن نبدأ في يوم 22 إن شاء الله في الانطلاق، ويكون الحدث هو الحدث الأبرز إن شاء الله. الخارطة الجغرافية للفعاليات ستكون ممتدة من الشارقة إلى المنطقة الشرقية إلى المنطقة الوسطى. تناولت الورشة محاور عدة، منها تقديم نبذة تعريفية عن تصميم الشخصيات، إذ قام الأطفال بتجربة جديدة لطريقة الرسم، وهي أشكال هندسية ثم رسم عليها، وقد كان تفاعل الأطفال لافتا وحيويا، وكانت أجواء الورشة تفاعلية بامتياز. بدأت مع محاولات كل مشارك بالرسم وحده، ومن ثم تعاونوا وتبادلوا الرسومات والأفكار والمحاولات، وعملوا كفريق عمل واحد. ضمن البرنامج الاستباقي والورش الاستباقية لملتقى الشارق الدولي للراوي، ابتدأنا اليوم في يعني بداية سبتمبر، وهو شهر الراوي، ابتدأنا بأولى الورشات الاستباقية، وهي ورشة خاصة برسم الشخصيات الخاصة بكليلة ودمنة. يعني يتعلم المشاركين في هذه الورشة كيفية أو أساسيات الرسم، رسم الشخصيات بشكل عام، ومن ثم سيبدأ المدرب بتدريب المشاركين على كيفية رسم الشخصيات والمنمنمات التي وردت وكانت موجودة في مخطوطة كليلة ودمنة. طبعا الورشة كثير رائعة، أنا ما كان عندي فكرة عن الورشة، جذبني العنوان أنه الحيوان، مثل ما نعرف أنه إحنا ملتقى الراوي راح يكون عن قصص الحيوان، فقلت شو هذه الورشة خليني أحضرها. لما حضرتها ما شاء الله الأستاذ كان كثير مبدع، أنه يستفزنا برسوم، ومن هذه الرسوم الهندسية بنطلع منها أشكال للحيوان. ملتقى الشرق الدولي للراوي يسعى إلى أن يكون منبراً رائداً لتكريم حماة التراث وحراس التقاليد الشعبية والمعارف الشفهية، والاحتفال بروات ورواد يستحقون الاحتفاء والتكريم.